أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة دمياط تم الإعلان عن توفير 45 وحدة سكنية برأس البر بالمزاد العلني. وفي مطروح تم إجراء أول جراحة في مستشفى سيوة المركزي، ده طبعا بعد أعمال التطوير اللي شهدها المستشفى. كمان في جنوب سيناء تم الإعلان عن دعم الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان ب 30 طن مواد غذائية. أما في الوادي الجديد فتم وضع حجر أساس مشروع أرض الجامعات المصرية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في دمياط تم الإعلان عن عقد جلسة مزايدة علنية لبيع وحدات سكنية بمدينة راس البر. تضمن إعلان المحافظة توفير 45 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 55 متر ل 88 متر بالقطعة 35 شارع 105 والقطعة 36 شارع 107. في مطروح أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن إجراء أول عمليات جراحية في قسم العمليات بمستشفى سيوة المركزي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بعد تفعيل العمليات بواقع غرفتي عمليات بالمستشفى، وهيبدأ العمل اليوم الأحد بالعيادات الصباحية في مستشفى سيوة المركزي لمناظرة الحالات المرضية وأيضاً إجراء العمليات الجراحية للحالات اللي بتحتاج تدخل جراحي. في البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة الدولي ومطار مرسى علم 141 رحلة طيران سياحية قادمة من أوروبا بتقل آلاف السائحين، فأعلى معدل وصول للرحلات على مدار الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات. في المنيا نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بقرية هور بمركز ملاوي، وتم توقيع الكشف الطبي على 1672 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. في جنوب سيناء أعلنت المحافظة إنه هيجري دعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان ب 30 طن مواد غذائية، وشهدت المحافظة افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة أبورديس لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة. في أسوان أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي تنفيذ خطة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال إجراء 232 عملية قلب مفتوح للمرضى الأولى بالرعاية في قرى وعزب ونجوع محافظة أسوان. وبيأتي هذا الإجراء في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم. في الوادي الجديد شهدت مدينة الخارجة وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية بالكيلو 55، وبيعد مشروع أرض الجامعات المصرية باكورة المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية وتفعيلاً لبروتوكول التعاون اللي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادي الجديد بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مشاركة بالمشروع لتطوير البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.